قال رئيس النظام التركي رجب أردوغان إنه لا يستبعد الحوار مع سوريا وإنه عليهم اتخاذ خطوات تجاه دمشق. لنتابع. بالتزامن مع الهجمات التركية المكثفة على الشمال السوري، تتوالى تصريحات النظام التركي حول التقارب والمصالحة مع دمشق. فبعد أن كانت التصريحات على مستوى الخارجية، ألمح رئيس النظام رجب أردوغان للتحاور مع الحكومة السورية، الأمر الذي يكشف بالتدريج عن صفقات أبرمت في طهران وسوتشي خلف الأبواب المغلقة على حساب دماء السوريين بحسب ما تؤكد تقارير مطلعة. أردوغان وفي نبرة تودد قال في تصريحات صحفية اليوم إنه لا يمكنه استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا، ويقصد بالطبع الحكومة في دمشق والتي كان يصفها سابقا بالنظام المجرم وقاتل الأطفال وغيرها من التوصيفات الشديدة. هذه التوجهات التركية قابلتها شروط من قبل دمشق بحسب صحيفة تركيا المقربة من النظام التركي لعودة العلاقات فيما بين البلدين، تتلخص في إعادة محافظة إدلب إلى إدارة الحكومة السورية ونقل جمارك معبر كسب الحدودي مع معبر باب الهوى إلى سيطرته، بالإضافة إلى الطريق التجاري الواصل بين شرق سوريا دير الزور والحسكة وطريق حلب اللاذقية الدولي إنفور للحكومة السورية أيضا، وعدم دعم أنقرة للعقوبات الأوروبية والأمريكية ضد رجال الأعمال والشركات الداعمة لدمشق. لكن مراقبون يتساءلون عن دماء مئات الآلاف من السوريين، من يتحمل المسؤولية عن إراقتها، دمشق أم أنقرة أم كلاهما معا؟ بل جميع ما سبق صحيح بحسب ما تؤكد الوقائع التاريخية التي وثقتها منظمات دولية. وكان معروفا للقاص والداني عدم انقطاع علاقات أنقرة ودمشق يوما ما، لكن الجديد هو المجاهرة بالأمر والإعلان عن نية الطرفين التعاون ضد أطياف الشعب السوري الذي حلم يوما بالحرية والكرامة، وسرعان ما تحول حلمه إلى كابوس طويل عندما اندلعت حرب أهلية بتحريض مباشر من عدة دول إقليمية تأتي تركيا على رأسها، فكان أن تحول السوريون إلى سلعة في بازارات السياسات الدولية. ينضم إلينا من القاهرة أحمد بهجت صابر، رئيس تحرير موقع السفير الأخبارية المصرية. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن هو يعني كان معروف ومعلوم أن هناك تنسيق وتواصل أمني واستخباراتي بين أنقرة ودمشق، لكن في الآونة الأخيرة خرجت تصريحات من مسؤولين أتراك أبرزهم وزير خارجية مولود شاويش أوغلو حول المصالحة مع دمشق، لكن اليوم ترتقي وترتفع هذه التصريحات إلى أعلى مستوى، هو رئيس الدولة رئيس النظام التركي رجب أردوغان، ويقول أنه لا يستبعد الحوار مع دمشق. ما الذي استجد حتى غير النظام التركي موقفه ويعني وجه بوصلته تجاه دمشق؟ يعني مساء الخير، خليني بس قبل ما ندلف إلى هذا الأمر خلينا نأخذ بعض النقاط الهامة عشان نتفاهم مثل هذه التصريحات. طيب. الحقيقة ثمت مقاربة تركية للصلح والتقارب مع الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، ربما على رأسها مصر والإمارات والسعودية. تركيا حققت بعض النجاحات مع الإمارات والسعودية، لكن يتبقى الملف المصري وإعادة التطبيع بشكل كامل. أيضا هناك ملف الطاقة وملف عالمي الآن، ربما ده بعد آخر لمثل هذه التصريحات. لا يخفى علينا الانتقادات العربية الدائمة للتواجد التركي في شمال سوريا والتدخلات العسكرية، ده كان أمر قائم. ربما تركيا والسياسة التركية في محاولة منها لإزالة المخاوف العربية بتحاول يعني تبرد، أو زي ما كانت بتقول في العقد الأول من هذا القرن، تعمل على صفر مشاكل تجاه المشاكل الحاسمة والملفات الساخنة في السياسة الخارجية التركية، وهي كانت نظرية أحمد داود أوغلو. نعم، عفوا المقاطعة، أقول لك هذه النظرية صفر مشاكل هي كانت نظرية وزير الخارجية السابق في تركيا أحمد داود أوغلو. صحيح هي كانت نظرية الدكتور أحمد داود أوغلو.
لكن ما حدث في المنطقة العربية خلال 10 سنوات الماضية يعني جعل السياسة الخارجية تختلف تماما. لكن يجب أيضا أن ننسى أن العلاقات السورية التركية بلغت ذروتها قبل 2011. الحقيقة كان العلاقات يعني أفضل من جيدة ممكن نقول ما بين تركيا وسوريا، وكان دائما في لقاءات صحيح على مستوى القمة ما بين أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد. أنا يعني الحقيقة أنا شايف أن تركيا بتحاول ترضي الجانب العربي، والجانب العربي الحقيقة في اللحظة اللي احنا فيها عايز يعيد سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. دي تصريحات معلنة مش أمر خافي على أحد، يعني الجزائر ربما أهمها، وكان استضاف وزير خارجية في احتفالية قريبا. بعض الدول العربية الفاعلة عايزة سوريا ترجع مرة أخرى نظرا لحساسية الملف السوري والمشاكل مع إسرائيل. كل هذه التعقيدات الحقيقة تخلينا نفهم مثل هذه التصريحات التركية في هذه الأونة. طيب ما هي القواسم المشتركة بين النظام التركي وحكومة دمشق اليوم للانطلاق منها والبدء منها كحوار؟ يعني لا يخفى علينا التقارير العالمية اللي بتتحدث عن الانتقادات التركية خاصة من قبل المعارضة تجاه التواجد السوري من قبل اللاجئين في الأراضي التركية. ومؤخرا أيضا احنا بنقرأ عن حوادث عنف وتنمر وإلى آخر هذه الأمور تجاه السوريين المتواجدين في تركيا بشكل مرفوض. طبعا احنا نرفض مثل هذه الأمور. تركيا بتحاول توجد زي ما بتقول كده مناطق آمنة تعيد الكثير من اللاجئين السوريين إليها. ربما هذه الملفات وملفات أخرى أيضا للتنسيق الأمني وما إلى ذلك يجعل من التقارب التركي السوري، وبدافع أيضا من روسيا وإيران. روسيا وإيران لهم دور بالغ وحاسم تماما أيضا ربما في هذه المقاربات وهذه التصريحات التركية تجاه سوريا. العلاقة التركية السورية الروسية الإيرانية علاقة بين قوسين، علاقة خاصة تماما، فيجب ألا نغفل كل هذه الأمور. طيب أستاذ أحمد، عندما يقول رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه عليهم أي تركيا اتخاذ خطوات تجاه سوريا، يعني ما هي الخطوات العملية المطلوبة لتحريك هذه المصالحة عمليا نتحدث هنا؟ حضرتك تقصد ما بين النظام والمعارضة صحيح؟ لا، بين دمشق وأنقرة. بين دمشق وأنقرة. بس خلينا بس نقول نقطة مهمة يعني ربما تكون خافية عن البعض. السياسة التركية الخارجية سياسة يعني منذ الاستقلال في العشرينات من القرن الماضي سياسة براغماتية. يعني احنا يجب لنا ننسى ان تركيا كانت من اول دول اسلامية اعترفت باسرائيل في سنة 49 او 48 على ما اذكر. يعني فالسياسة التركية الخارجية سياسة براغماتية وعملية تماما وبتراعي مصالحها، يعني يعني ولا تجد غضاضة في الدخول لمناطق قد تكون حساسة لبعض الدول الأخرى. زي ما بقول لحضرتك المقاربة التركية السورية في هذه الأونة نظام الأسد ليه مطالب بيرفعها في وجه تركيا، لكن الحديث أيضا عن لقاءات ما بين تركيا النظامين في تركيا وسوريا في هذه الأونة الحقيقة أنا بستبعد مثل هذا الأمر، لأن التصريحات الدبلوماسيين الأتراك بتستبعد مثل هذا الأمر أيضا. يعني طالما أن النظام التركي هو الذي بادر وطرح فكرة المصالحة مع دمشق، يعني إذن يجب عليه تقديم تنازلات حقيقية. وصدرت بعض التسريبات عبر صحيفة تركيا المقربة من النظام التركي تتحدث عن شروط قدمتها دمشق، عن 5 شروط، وبالمقابل ردت تركيا بـ3 مطالب أو شروط حتى أيضا. إذن ما الذي يمكن أن يقدمه النظام التركي من تنازلات لتحقيق هذه المصالحة؟ لا يعني تقديم تنازلات من قبل تركيا في وجه سوريا ما اعتقدش. ممكن نقول تقديم تنازلات من قبل تركيا لكل من روسيا وإيران والتواجد الروسي والإيراني على الأرض السورية. يعني الحديث عن سياسة بشار الأسد فقط هكذا مقطعة من السياق تبدو غير صحيحة. يجب أن نأخذ هذه الأبعاد في الحسبان. سوريا وبشار الأسد يقول اللي عايز يقوله الحقيقة، يعني لكن هناك دول فاعلة ومؤثرة في القرار السوري. يعني لو تركيا تتخذ خطوات تجاه النظام السوري هتقعد مع الناس دي الأول تتناقش معهم، يعني منها مثلا الخروج العسكري التركي من الأراضي السورية. هل تركيا ستقبل مثل هذا الأمر؟ احنا مش عارفين، يعني خصوصا ليها أبعاد أمنية بالنسبة لتركيا.
وهذا أحد الأبرز الشروط التي قدمتها دمشق بحسب الصحيفة التركية، أنها تطالب تركيا بانسحاب من إدلب كاملة. هل تركيا ستقبل؟ هذا سؤال. نعم بالضبط، هل تركيا ستقبل مثل هذا الأمر؟ يعني برضو الأمر معقد، مش ليس بهذه البساطة يعني. ولن يكون الإطار الحل ما بين تركيا وسوريا زي ما بقول لحضرتك في إطار تركيا وأنقرة ودمشق فقط، سيكون في إطار إقليمي. وما يمكن أن تدعمه واشنطن لهذا التقارب، هل أمريكا راضية عنها مثل هذا التقارب؟ دي أمور هتتضح مع الأيام القادمة. يعني حتى على ذكر واشنطن وأمريكا، حتى رئيس النظام التركي أتى على ذكر الولايات المتحدة بأنه يجب على القوات الأمريكية الخروج من شمال شرق سوريا، وأيضا هذا في قمة طهران، واليوم تحدث أن القوات الأمريكية تدعم فصائل إرهابية كما تزعم تركيا. إذن ألا يخلق ذلك توتر سياسي بين واشنطن وأنقرة أستاذ أحمد؟ يعني الملفات ما بين واشنطن وأنقرة ملفات كثيرة جدا ومتشعبة، وبيحدها وبيظلها الملف بيظلها ملف حلف الناتو. فمثل هذه الأمور يعني هناك قنوات ما بين أنقرة وواشنطن، يعني احنا بنشوف المشاكل الكثيرة بتتحل من خلال هذه القنوات. الوضع في سوريا وضع معقد الحقيقة يعني، صحيح، والأزمة الإنسانية بلغت حدها الأعظم الحقيقة يعني، دي أكبر أزمة الآن، ويأتي بعدها أو قبلها الأزمة الأوكرانية الروسية. فيعني برضو خلينا نقول إن يجب علينا أن نطفئ هذا الحريق السوري المشتعل منذ قرابة 10 سنوات. يعني لازم يكون هناك حل. الإمارات وزير الخارجية زار البحرين، لها مقاربة مع نظام دمشق، ولكن يجب أيضا ألا ننسى أن يجب أن مثل هذه المقاربات والحل للأزمة السورية أن يكون في إطار القرارات الشرعية الدولية. يعني تحدثت عن تعقيد المشهد السوري، وخاصة موضوع الشروط التي طلبت بها دمشق، وهل من الممكن أن تقبل بها أساسا أنقرة؟ لكن الرئيس التركي اليوم قال أنه لا يستبعد حوار مع سوريا، وأقصد فيه هنا حكومة دمشق التي وصفها سابقا ووصف المنظومة الحاكمة في سوريا بأنها منظومة إرهابي ونظام إرهابي وقتل وشرد الأطفال مجرم. يعني كل هذه توصيفات يعني أردوغان نسيها، ويقوم اليوم بالحديث عن مصالحة مع دمشق. لكن إذن هل هذا يطبع يعني يقودنا أن التطبيع قادم لا محالة رغم تعقيدات المسألة؟ أعتقد نعم، يعني الإجابة بشكل مختصر نعم، التطبيع ما بين سوريا وتركيا قادم، لكن إمتى لا أحد يعلم الحقيقة. وزير الخارجية التركي في تصريحات سابقة استبعد لقاءات على مستوى القمة في هذه الفترة، لكن أنا بقول لحضرتك الملف اللي جوه السوري أيضا على أرض تركيا ملف ضاغط. ملف التقارب مع الدول العربية ده ملف هام جدا بالنسبة لتركيا، خصوصا في العلاقات الاقتصادية. عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، هذا سيتم أم لا؟ ملفات كثيرة جدا تجعلنا يعني لا نستبعد مثل هذا التقارب، لكن إمتى يعني يعلمه السياسيين في كل من أنقرة ودمشق. نعم، سؤال أخير لو سمحت لي أستاذ أحمد، أي من الطرفين اليوم أحوج إلى هذه المصالحة وعودة العلاقات إلى طبيعتها كما كانت قبل 2011؟ بص، أنا في رأيي الشخصي نظام بشار الأسد نظام يعني لا يكترث كثيرا بالشرعية الدولية، هو راجل يعني مطمئن لعلاقاته مع إيران وروسيا وغير عابئ بالغرب. أنا أعتقد تركيا بحاجة زي ما قلت لحضرتك لمثل هذا التقارب عشان ترضي الدول العربية الفاعلة زي الجزائر وزي مصر وزي السعودية والإمارات. يعني تركيا الحقيقة حتى تحسين موقفها الانتخابي داخل تركيا. بالضبط، وأردوغان بيحاول يوجد نجاحات في بعض ملفات السياسة الخارجية حتى يعني يقدمها للناخب التركي خلال العام المقبل في الانتخابات الرئاسية. فأعتقد تركيا ربما بحاجة لمثل هذا التقارب. نعم، أشكرك جزيل الشكر من القاهرة أحمد بهجت صابر، رئيس تحرير موقع السفير الأخباري المصرية، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.